أحد نوابغ العلوم الإنسانية، رائد علم الاجتماع ومؤسسه، فيلسوف ومؤرخ وسياسي، وأحد أهم من أهدتهم الثقافة العربية والإسلامية للحضارة الإنسانية. إنه ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون العربي اليمني المغاربي الأندلسي، الذي ولد بتونس في 2 رمضان عام 732 للهجرة لأسرة حضرمية عريقة سطع نجمها في العهد الأموي، ثم نكبت بسقوطهم، فرحل خلدون بن عثمان إلى إشبيلية بالأندلس نهاية القرن 3 الهجري. في العهد الموحدي نزحت الأسرة مجدداً إلى سبتة ثم تونس في عهد الدولة الحفصية، حيث نالوا الحظوة والمكانة. نشأ ابن خلدون في بيئة أرستقراطية موفور المال والسلطة، فدرس في جامعة الزيتونة، وباستيلاء المرينيين على تونس حظي برفقة علماء الأندلس الذين جاء بهم الحكام الجدد. اكتوى ابن خلدون بنار الفقد بعد جائحة الطاعون عام 1349 التي أودت بحياة والديه وجل شيوخه. عمل ابن خلدون بالسياسة مع الحفصيين، وقربه السلطان المريني أبو عنان، ثم سجنه 2 كاملتين انتهتا بموت السلطان، فتوجه نحو غرناطة ليستقبله سلطانها ويعينه سفيراً. رجع ابن خلدون إلى فاس هارباً من مؤامرات القصور وانقلابات ملوك الطوائف الأندلسيين، فعمل مع المرينيين ثم استقر في قلعة ابن سلامة قرب وهران ليكتب العبر بمقدمته الشهيرة التي صاغ فيها نظريات قوانين العمران والعصبية وبناء الدولة وأطوارها وعمارتها وسقوطها، كما شرح بردة كعب وألف ملخصات في المنطق وكتاباً في علم الأعداد وشرحاً لكتابات الرازي ولخص مؤلفات ابن رشد. بعد تجربته الطويلة في السياسة والمسؤولية ثم الاعتكاف والكتابة، كانت رحلة ابن خلدون الأخيرة إلى مصر، حيث ولاه السلطان برقوق قضاء قضاة المالكية والتدريس في الأزهر. ولكن المحن لا تفارق ابن خلدون، فحين بعث إلى أفراد أسرته ليأتوا إلى مصر، غرق مركبهم على ساحل ليبيا ليعيش فاجعة هزت كيانه. ظل إثرها يؤن حزناً حتى فاضت روحه بمنزله في القاهرة عام 808 للهجرة، ليدفن في مقابر الصوفية بعد حياة حافلة بالتجارب والمحن والعطاء.